مباشرة بعد الولادة بتخسر الأم 5 كيلو من وزنها، وهو مجموع وزن الجنين ووزن المي المحيطة فيه ووزن المشيمة، وبيضل شوية وزن زائد وترهلات بتروح مع الرضاعة الطبيعية والاعتناء بالجسم. اليوم محضرين لك مجموعة من النصائح والإرشادات لتتخلصي من ترهلات الجلد والوزن الزائد اللي بيكون عند منطقة البطن والصدر. هاي النصائح متعلقة بغذائك ووجباتك وحياتك اليومية، ورح تساهم بشكل كبير بتحسين مظهرك بعد الولادة. النصيحة الأولى، تناولي الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والزيتون والمكسرات مثل اللوز والجوز والأفوكادو والسمسم، لأنه كل هاي الدهون بتحسن مظهر البشرة وبتزيد مرونة الجلد. من الضروري إنك ما تخديها بكميات كبيرة لأنها ممكن تزيد من وزنك. النصيحة الثانية، حاولي إنه يكون غذائك محتوي على الفيتامينات والألياف مثل الخضار والفواكه، وخصوصاً الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل فيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامين إي، لأنه كل هاي الفيتامينات بتساعد على تجديد الخلايا وبتعطي نضارة للبشرة والجلد. النصيحة الثالثة، مارسي تمارين رياضية اللي بتساعد على شد البطن مثل تمرين السيت-أبس، لأنه بيساعد على شد عضلة الرحم والعضلات المحيطة فيها. مدة التمرين ممكن تكون 10 دقائق باليوم فقط. النصيحة الرابعة، مارسي تمارين شد منطقة الصدر وهي بوش-أبس على الحائط لتشد العضلات المحيطة بمنطقة الصدر وتقلل من ترهله. النصيحة الخامسة، استمري بالرضاعة الطبيعية، لأنه الرضاعة تعطي الوقت الكافي للجلد ليعود لمرونته وشكله الصحيح بشكل تدريجي، بالإضافة لأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل والأم. النصيحة السادسة، الابتعاد عن التدخين والتعرض للدخان، لأنه بيأثر سلباً على مرونة الجلد ونضارته. من الطبيعي لكل أم بعد الولادة إنه تظهر على جسمها علامات الترهل وزيادة الوزن، بس لازم تعرفي إنه هاي الفترة هي فترة مؤقتة، وإذا بتتبعي كل الخطوات والنصائح اللي أعطيناك إياها بتساعدي بالتقليل من ترهل الجلد وتخفيف الوزن. ماما مازن حبيبي